حتى شجه فجعل الدم يسير على وجهه وأمرنا صلى الله عليه وآله وسلم بسلوكه عليه سار الخلفاء الراشدون المهديون. روى أبو القاسم بسنده عن سليمان بن يسار قال إن رجلا من بني تميم يقال له صبيغ بن عسل قدم المدينة وكانت عنده كتب فجعل يسأل عن متشابه القرآن فبلغ ذلك عمر رضوان الله عليه فبعث إليه وقد أعد له عراجين النخل فلما دخل عليه جلس فقال له عمر من أنت؟ قال أنا عبد الله الصبيغ. قال عمر وأنا عبد الله عمر. ثم أهوى إليه فجعل يضربه بتلك العراجين فما زال يضربه حتى شجه فجعل الدم يسير على وجهه فقال حسبك يا أمير المؤمنين فقد والله ذهب الذي كنت أجد في رأسي. وروى اللالكائي بسنده عن ابن كعب قال سمعت رجلا من بني عدل يقال له فلان بن زرعة يحدث عن أبيه قال لقد رأيت صبيغ بن عسل بالبصرة كأنه بعير أجرب يجيء إلى الحلق فكلما جلس إلى حلقة قاموا وتركوه. في المجتمع المسلم الذي يلتزم منهاج النبوة ويلزم منهج السلف الصالحين ويتبع الكتاب والسنة بفهم الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان تكون الحصانة قائمة للمتبعين. فإن عمر رضي الله عنه بعد أن اعترف صبيغ بما اعترف به وهي قصة طويلة تجدها عند ابن وضاح في البدع والنهي عنه وكذلك تجد أطرافها عند الآجري في الشريعة وكذلك عند اللالكائي وعند غير هؤلاء من العلماء الذين دونوا العقيدة الصحيحة أثرا وحديثا. أمر عمر بسجنه ثم تذكر فقال علي به فلما جاء ضربه ثم أمر بسجنه فلما جيء به ضربه حتى شجه قال يا أمير المؤمنين قد والله ذهب عني الذي أجد فإن كنت قاتلي فاقتلني قتلا جميلا وإلا فقد ذهب عني ما أجد. فتركه وكتب إلى أمير البصرة ألا يجلسن إليه أحد. وتأمل في وصف الحال بعده يقول رأيت صبيغ بن عسل بالبصرة كأنه بعير أجرب يجيء إلى الحلق فكلما جلس إلى حلقة قاموا وتركوه فإن جلس إلى قوم لا يعرفونه ناداهم أهل الحلقة الأخرى عزمة أمير المؤمنين أو عزمة أمير المؤمنين فيقومون عنه ويتركونه. فانظر إلى فعل هذا الخليفة الراشد رضي الله عنه والذي صنع. ويأتي خليفة راشد هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه يذهب ابن عباس رضي الله عنهما بإذنه من أجل أن يناقش الخوارج والذين لم يرجعوا منهم حاربهم علي رضي الله عنه وقاتلهم.